ويطلع برضه ناتج من الانجستروم. بالنسبة لنصف القطر الأيوني بجيبه بالنسبة للفلزات بيمثل نص المسافة بين مركزي أيونين داخل الشبكة البلورية للفلز، زي مثلا إيه الصوديوم، قطعة من الصوديوم، قطعة من الحديد، قطعة من النحاس، دي كده بلورات الفلزات. وطبعا إيه بالنسبة للمركبات الأيونية طول الرابطة الأيونية بيساوي نصف قطر الأيون الموجب زائد نصف قطر الأيون السالب. تابع معايا وهنوريك في الآخر إيه بعض الأمثلة وتدرج نصف القطر الذري في الجدول الدوري في الدورات الأفقية من اليسار لليمين. هنجد إن نصف القطر بزيادة العدد الذري من اليسار لليمين بيقل نصف القطر الذري بسبب زيادة شحنة النواة التي تعمل على جذب الإلكترونات نحوها أكثر مما يؤدي لانكماش الذرة. على هذا الأساس بيكون أكبر الذرات في نصف القطر في المجموعة الأولى في أقصى اليسار، وأصغر الذرات بيكون في اليمين في مجموعة الهالوجينات والتي تليها طبعا المجموعة الصفرية. بس طبعا احنا ما نحبش ان احنا ندخل المجموعة الصفرية في الايه في التدرج، نتكلم لحد مجموعة الهالوجينات المجموعة السابعة. وطبعا ممكن اتكلم هنا برضو عن الحجم الذري، لان ايه الحجم الذري بيعتمد على نصف القطر. ولو اعتبرنا الذرة كرة فحجم الكرة زي ما انت عارف رياضيا بيساوي 4.3 طه نق تكعيب. اذا ايضا اكبر الذرات حجما تقع في المجموعه الاولى واصغرها حجما في المجموعه السابعه، سبعه ايه طبعا وان ايه اكبر الذرات حجما. بالنسبه لنا في المجموعات يحدث العكس، كلما اتجهنا من اعلى الى اسفل بزياده العدد الذري يزيد نصف القطر الذري بسبب زياده مصادر الطاقه الممتلئه التي تقلل من قوة جذب النواة للإلكترونات الخارجية، مما يؤدي إلى تمدد الذرة وزيادة حجمها. في المجموعة الأولى مثلا بنجد إن إيه الليثيوم بيكون أصغر حجما، وبنجد السيزيوم أسفل بيكون أكبر حجما. طبعا في الفرنسي من تحت بس مشع، ما نحاولش برضه ندخله في الإيه في التدرج. عندنا مجموعة الهالوجينات المجموعة السابعة 7A بنجد الفلور اقل حجما، وعندنا مثلا ايه البروم واليود بيكونوا اكبر منه. المهم في الاخر طبعا ايه هنوريك بعض الامثله والاسئله المحلوله. تابع معايا الفيديو للنهايه، وان شاء الله الفيديو ده يعجبك، وهنزل لك طبعا ايه لينك اختبار داخل صندوق الوصف على نصف القطر الذري ووصف الجدول الدوري وبعض الاسئله من الباب الاول عشان ما تنسوش. وشكرا.
شكرا، وبتمنى ان انتم تستفيدوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ اشرف الهيدي، سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم. النهاردة هنبدأ في دراسة خواص عناصر الجدول الدوري، وطبعا هنا إيه الخواص؟ عندنا نصف القطر الذري، عندنا جهد التأين، الميل الإلكتروني، السلبية الكهربية، عندنا الصفة الحامضية والقاعدية، الصفة الفلزية واللا فلزية. هنتكلم عن أعداد التأكسد، وفي الآخر هننتهي بالأكسدة والاختزال. وطبعا النهاردة إن شاء الله هنبدأ معاكم بنصف القطر الذري، وهنحاول إيه ناخد فكرة عن نصف القطر الذري بالنسبة للإيه للجزيئات التساهمية، وبالنسبة للجزيئات الأيونية. نصف القطر الذري التساهمي يقدر بنصف المسافة بين مركزي ذرتين متحدتين في جزيء ثنائي الذرة متماثل، زي مثلا H2 O2 N2 Cl2 F2 جزيئات العناصر. وطبعا من الناحية الرياضية، عشان اجيب نصف القطر نق ذري بيساوي طول الرابطة التساهمية على 2 في الجزيء المتماثل. وحدة القياس هنا بستخدم الانجستروم، والانجستروم طبعا وحدة صغيرة، وحدة طول صغيرة. بالنسبة العلاقة بينها وبين المتر، الأنجستروم بيعادل أو بيمثل 1 × 10^10 متر، أو 1 × 10^8 سنتيمتر. طبعا ممكن نقيس بالبيكومتر وحدات أصغر من كده، لأن الذرة طبعا لا ترى بالعين المجردة ولا بالمجهر، ولكن في كتاب المدرسة عندنا احنا بنستخدم الأنجستروم. وهنديك بعض الأمثلة المحلولة على طريقة حل مسائل نصف القطر الذري. إذا كان الجزيء غير متماثل، يبقى طول الرابطة التساهمية هيساوي نق الذرة الأولى زائد نق الذرة الثانية، ويطلع برضه ناتج بالأنجستروم. بالنسبة لنصف القطر الأيوني بجيبه بالنسبة للفلزات، بيمثل نص المسافة بين مركزي أيونين داخل الشبكة البلورية للفلز، زي مثلا الصوديوم، قطعة من الصوديوم، قطعة من الحديد، قطعة من النحاس، دي كده بلورات الفلزات. وطبعا بالنسبة للمركبات الأيونية، طول الرابطة الأيونية بيساوي نصف قطر الأيون الموجب زائد نصف قطر الأيون السالب. تابع معايا، وهنوريك في الآخر بعض الأمثلة وتدرج نصف القطر الذري في الجدول الدوري في الدورات الأفقية من اليسار لليمين. هنجد إن نصف القطر بزيادة العدد الذري من اليسار لليمين بيقل نصف القطر الذري بسبب زيادة شحنة النواة التي تعمل على جذب الإلكترونات نحوها أكثر، مما يؤدي لانكماش الذرة. على هذا الأساس بيكون أكبر الذرات في نصف القطر في المجموعة الأولى في أقصى اليسار، وأصغر الذرات بيكون في اليمين في مجموعة الهالوجينات والتي تليها طبعا المجموعة الصفرية. بس طبعا احنا ما بنحبش ان احنا ندخل المجموعة الصفرية في التدرج، بنتكلم لحد مجموعة الهالوجينات المجموعة السبعة. وطبعا ممكن اتكلم هنا برضو عن الحجم الذري، لان الحجم الذري بيعتمد على نصف القطر. ولو اعتبرنا الذرة كرة، فحجم الكرة زي ما انت عارف رياضيا بيساوي 4/3 طهنق تكعيب. اذا ايضا أكبر الذرات حجما تقع في المجموعة الأولى، وأصغرها حجما في المجموعة السبعة، سبعة إيه طبعا وان إيه أكبر الذرات حجما. بالنسبة لنا في المجموعات يحدث العكس، كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل بزيادة العدد الذري يزيد نصف القطر الذري بسبب زيادة مستويات الطاقة الممتلئة التي تقلل من قوة جذب النواة للإلكترونات الخارجية، مما يؤدي إلى تمدد الذرة وزيادة حجمها. في المجموعة الأولى مثلا بنجد إن
الليثيوم بيكون اصغر حجما، وبنجد السيزيوم اسفل بيكون اكبر حجما. طبعا في الفرنسيوم تحت بس مشع، ما نحاولش برضه ندخله في الايه في التدرج. عندنا مجموعه الهالوجينات، المجموعه السبعه 7 ايه، بنجد الفلور اقل حجما، وعندنا مثلا ايه البروم واليود بيكونوا اكبر منه. المهم في الاخر طبعا ايه هنوريك بعض الامثله والاسئله المحلوله، تابع معايا الفيديو للنهايه. وان شاء الله الفيديو ده يعجبك، وهنزل لك طبعا ايه لينك اختبار داخل صندوق الوصف على نصف القطر الذري ووصف الجدول الدوري وبعض الاسئله من الباب الاول عشان ما تنسوش. وشكرا.
ان انتم تستفيدوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ اشرف الهيدي، سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم. النهاردة هنبدأ في دراسة خواص عناصر الجدول الدوري، وطبعا هنا إيه الخواص؟ عندنا نصف القطر الذري، عندنا جهد التأين، الميل الإلكتروني، السلبية الكهربية، عندنا الصفة الحامضية والقاعدية، الصفة الفلزية واللا فلزية، هنتكلم عن أعداد التأكسد، وفي الآخر هننتهي بالأكسدة والاختزال. وطبعا النهاردة إن شاء الله هنبدأ معاكم بنصف القطر الذري، وهنحاول إيه ناخد فكرة عن نصف القطر الذري بالنسبة للإيه للجزيئات التساهمية وبالنسبة للجزيئات الأيونية. نصف القطر الذري التساهمي يقدر بنصف المسافة بين مركزي ذرتين متحدتين في جزيء ثنائي الذرة متماثل، زي مثلا H2 O2 N2 Cl2 F2 جزيئات العناصر. وطبعا من الناحية الرياضية عشان اجيب نصف القطر، نق ذري بيساوي طول الرابطة التساهمية على 2 في الجزيء المتماثل. وحدة القياس هنا بستخدم الانجستروم، والانجستروم طبعا وحدة صغيرة، وحدة طول صغيرة. بالنسبة العلاقة بينها وبين المتر، الأنجستروم بيعادل أو بيمثل 1 × 10^10 متر، أو 1 × 10^8 سنتيمتر. طبعا ممكن نقيس بالبيكو متر، وحدات أصغر من كده، لأن الذرة طبعا لا ترى بالعين المجردة ولا بالمجهر، ولكن في كتاب المدرسة عندنا احنا بنستخدم الأنجستروم. وهنديك بعض الأمثلة المحلولة على طريقة حل مسائل نصف القطر الذري. إذا كان الجزيء غير متماثل، يبقى طول الرابطة التساهمية هيساوي نق الذرة الأولى زائد نق الذرة الثانية، ويطلع برضه ناتج بالأنجستروم. بالنسبة لنصف القطر الأيوني، بجيبه بالنسبة للفلزات، بيمثل نص المسافة بين مركزي أيونين داخل الشبكة البلورية للفلز، زي مثلا الصوديوم، قطعة من الصوديوم، قطعة من الحديد، قطعة من النحاس، دي كده بلورات الفلزات. وطبعا بالنسبة للمركبات الأيونية، طول الرابطة الأيونية بيساوي نصف قطر الأيون الموجب زائد نصف قطر الأيون السالب. تابع معايا وهنوريك في الآخر بعض الأمثلة وتدرج نصف القطر الذري في الجدول الدوري في الدورات الأفقية من اليسار لليمين. هنجد إن نصف القطر بزيادة العدد الذري من اليسار لليمين بيقل نصف القطر الذري بسبب زيادة شحنة النواة التي تعمل على جذب الإلكترونات نحوها أكثر، مما يؤدي لانكماش الذرة. على هذا الأساس بيكون أكبر الذرات في نصف القطر في المجموعة الأولى في أقصى اليسار، وأصغر الذرات بيكون في اليمين في مجموعة الهالوجينات والتي تليها طبعا المجموعة الصفرية. بس طبعا احنا ما نحبش ان احنا ندخل المجموعة الصفرية في التدرج، نتكلم لحد مجموعة الهالوجينات المجموعة السابعة. وطبعا ممكن اتكلم هنا برضو عن الحجم الذري، لان الحجم الذري بيعتمد على نصف القطر. ولو اعتبرنا الذرة كرة، فحجم الكرة زي ما انت عارف رياضيا بيساوي 4/3 طهنق تكعيب. اذا ايضا اكبر الذرات حجما تقع في المجموعة الاولى، واصغرها حجما في المجموعة السابعة. سبعة ايه طبعا وان ايه اكبر الذرات حجما. بالنسبة لنا في المجموعات يحدث العكس، كلما اتجهنا من اعلى لاسفل بزيادة العدد الذري يزيد نصف القطر الذري بسبب زيادة مستوى الطاقة الممتلئة التي تقلل من قوة جذب النواة للإلكترونات الخارجية، مما يؤدي إلى تمدد الذرة وزيادة حجمها. في المجموعة الأولى مثلا بنجد إن
الليثيوم بيكون اصغر حجما، وبنجد السيزيوم اسفل بيكون اكبر حجما. طبعا في الفرنسيوم من تحت بس مشع، ما بنحاولش برضه ندخله في الايه في التدرج. عندنا مجموعه الهالوجينات المجموعه السبعه 7A، بنجد الفلور اقل حجما، وعندنا مثلا ايه البروم واليود بيكونوا اكبر منه. المهم في الاخر طبعا ايه هنوريك بعض الامثله والاسئله المحلوله. تابع معايا الفيديو للنهايه، وان شاء الله الفيديو ده يعجبك، وهنزل لك طبعا ايه لينك اختبار داخل صندوق الوصف على نصف القطر الذري ووصف الجدول الدوري وبعض الاسئله من الباب الاول عشان ما تنسوش. وشكرا.
ان انتم تستفيدوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ اشرف الهادي، سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم. النهاردة هنبدأ في دراسة خواص عناصر الجدول الدوري، وطبعا هنا إيه الخواص؟ عندنا نصف القطر الذري، عندنا جهد التأين، الميل الإلكتروني، السلبية الكهربية، عندنا الصفة الحامضية والقاعدية، الصفة الفلزية واللا فلزية، هنتكلم عن أعداد التأكسد، وفي الآخر هننتهي بالأكسدة والاختزال. وطبعا النهاردة إن شاء الله هنبدأ معاكم بنصف القطر الذري، وهنحاول إيه ناخد فكرة عن نصف القطر الذري بالنسبة للإيه للجزيئات التساهمية، وبالنسبة للجزيئات الأيونية. نصف القطر الذري التساهمي يقدر بنصف المسافة بين مركزي ذرتين متحدتين في جزيء ثنائي الذرة متماثل، زي مثلا H2O2 N2 Cl2 F2 جزيئات العناصر. وطبعا من الناحية الرياضية عشان اجيب نصف القطر، نق ذري بيساوي طول الرابطة التساهمية على 2 في الجزيء المتماثل. وحدة القياس هنا بستخدم الانجستروم، والانجستروم طبعا وحدة صغيرة، وحدة طول صغيرة. بالنسبة العلاقة بينها وبين المتر، الأنجستروم بيعادل أو بيمثل 1 × 10^10 متر، أو 1 × 10^8 سنتيمتر. طبعا ممكن نقيس بالبيكومتر وحدات أصغر من كده، لأن الذرة طبعا لا ترى بالعين المجردة ولا بالمجهر، ولكن في كتاب المدرسة عندنا احنا بنستخدم الأنجستروم. وهنديك بعض الأمثلة المحلولة على طريقة حل مسائل نصف القطر الذري. إذا كان الجزيء غير متماثل، يبقى طول الرابطة التساهمية هيساوي نق الذرة الأولى زائد نق الذرة الثانية، ويطلع برضه ناتج بالأنجستروم. بالنسبة لنصف القطر الأيوني، بجيبه بالنسبة للفلزات، بيمثل نص المسافة بين مركزي أيونين داخل الشبكة البلورية للفلز، زي مثلا الصوديوم، قطعة من الصوديوم، قطعة من الحديد، قطعة من النحاس، دي كده بلورات الفلزات. وطبعا بالنسبة للمركبات الأيونية، طول الرابطة الأيونية بيساوي نصف قطر الأيون الموجب زائد نصف قطر الأيون السالب. تابع معايا، وهنوريك في الآخر بعض الأمثلة وتدرج نصف القطر الذري في الجدول الدوري في الدورات الأفقية من اليسار لليمين. هنجد إن نصف القطر بزيادة العدد الذري من اليسار لليمين بيقل نصف القطر الذري بسبب زيادة شحنة النواة التي تعمل على جذب الإلكترونات نحوها أكثر، مما يؤدي لانكماش الذرة. على هذا الأساس بيكون أكبر الذرات في نصف القطر في المجموعة الأولى في أقصى اليسار، وأصغر الذرات بيكون في اليمين في مجموعة الهيلوجينات والتي تليها طبعا المجموعة الصفرية. بس طبعا احنا ما نحبسش ان احنا ندخل المجموعة الصفرية في التدرج، نتكلم لحد مجموعة الهيلوجينات المجموعة السابعة. وطبعا ممكن اتكلم هنا برضو عن الحجم الذري، لان الحجم الذري بيعتمد على نصف القطر. ولو اعتبرنا الذرة كرة، فحجم الكرة زي ما انت عارف رياضيا بيساوي 4/3 طهنق تكعيب. اذا ايضا اكبر الذرات حجما تقع في المجموعة الاولى، واصغرها حجما في المجموعة السابعة. سبعة ايه طبعا وان ايه اكبر الذرات حجما. بالنسبة لنا في المجموعات يحدث العكس، كلما اتجهنا من اعلى الى اسفل بزيادة العدد الذري يزيد نصف القطر الذري بسبب زيادة مستويات الطاقة الممتلئة التي تقلل من قوة جذب النواة للإلكترونات الخارجية، مما يؤدي إلى تمدد الذرة وزيادة حجمها. في المجموعة الأولى مثلا بنجد إن
الليثيوم بيكون اصغر حجما، وبنجد السيزيوم اسفل بيكون اكبر حجما. طبعا في الفرنسيوم تحت بس مشع، ما بنحاولش برضه ندخله في الايه في التدرج. عندنا مجموعه الهالوجينات المجموعه السبعه 7 ايه، بنجد الفلور اقل حجما، وعندنا مثلا ايه البروم واليود بيكونوا اكبر منه. المهم في الاخر طبعا ايه هنوريك بعض الامثله والاسئله المحلوله، تابع معايا الفيديو للنهايه. وان شاء الله الفيديو ده يعجبك، وهنزل لك طبعا ايه لينك اختبار داخل صندوق الوصف على نصف القطر الذري ووصف الجدول الدوري وبعض الاسئله من الباب الاول عشان ما تنسوش. وشكرا.
ان انتم تستفيدوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ اشرف الهادي، سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم. النهاردة هنبدأ في دراسة خواص عناصر الجدول الدوري، وطبعا هنا إيه الخواص؟ عندنا نصف القطر الذري، عندنا جهد التأين، الميل الإلكتروني، السلبية الكهربية، عندنا الصفة الحامضية والقاعدية، الصفة الفلزية واللا فلزية. هنتكلم عن أعداد التأكسد، وفي الآخر هننتهي بالأكسدة والاختزال. وطبعا النهاردة إن شاء الله هنبدأ معاكم بنصف القطر الذري، وهنحاول إيه ناخد فكرة عن نصف القطر الذري بالنسبة للإيه للجزيئات التساهمية وبالنسبة للجزيئات الأيونية. نصف القطر الذري التساهمي يقدر بنصف المسافة بين مركزي ذرتين متحدتين في جزيء ثنائي الذرة متماثل، زي مثلا H2 O2 N2 Cl2 F2 جزيئات العناصر. وطبعا من الناحية الرياضية عشان اجيب نصف القطر، نق ذري بيساوي طول الرابطة التساهمية على 2 في الجزيء المتماثل. وحدة القياس هنا بستخدم الانجستروم، والانجستروم طبعا وحدة صغيرة، وحدة طول صغيرة. بالنسبة العلاقة بينها وبين المتر، الأنجستروم بيعادل أو بيمثل 1 × 10^10 متر، أو 1 × 10^8 سنتيمتر. طبعا ممكن نقيس بالبيكومتر وحدات أصغر من كده، لأن الذرة طبعا لا ترى بالعين المجردة ولا بالمجهر، ولكن في كتاب المدرسة عندنا احنا بنستخدم الأنجستروم. وهنديك بعض الأمثلة المحلولة على طريقة حل مسائل نصف القطر الذري. إذا كان الجزيء غير متماثل، يبقى طول الرابطة التساهمية هيساوي نق الذرة الأولى زائد نق الذرة الثانية، ويطلع برضه ناتج بالأنجستروم. بالنسبة لنصف القطر الأيوني، بجيبه بالنسبة للفلزات، بيمثل نص المسافة بين مركزي أيونين داخل الشبكة البلورية للفلز، زي مثلا الصوديوم، قطعة من الصوديوم، قطعة من الحديد، قطعة من النحاس، دي كده بلورات الفلزات. وطبعا بالنسبة للمركبات الأيونية، طول الرابطة الأيونية بيساوي نصف قطر الأيون الموجب زائد نصف قطر الأيون السالب. تابع معايا وهنوريك في الآخر بعض الأمثلة وتدرج نصف القطر الذري في الجدول الدوري في الدورات الأفقية من اليسار لليمين. هنجد إن نصف القطر بزيادة العدد الذري من اليسار لليمين بيقل نصف القطر الذري بسبب زيادة شحنة النواة التي تعمل على جذب الإلكترونات نحوها أكثر، مما يؤدي لانكماش الذرة. على هذا الأساس بيكون أكبر الذرات في نصف القطر في المجموعة الأولى في أقصى اليسار، وأصغر الذرات بيكون في اليمين في مجموعة الهالوجينات والتي تليها طبعا المجموعة الصفرية. بس طبعا احنا ما نحبش ان احنا ندخل المجموعة الصفرية في التدرج، نتكلم لحد مجموعة الهالوجينات المجموعة السابعة. وطبعا ممكن اتكلم هنا برضو عن الحجم الذري، لان الحجم الذري بيعتمد على نصف القطر. ولو اعتبرنا الذرة كرة، فحجم الكرة زي ما انت عارف رياضيا بيساوي 4/3 طهنق تكعيب. اذا ايضا اكبر الذرات حجما تقع في المجموعة الاولى، واصغرها حجما في المجموعة السابعة. سبعة ايه طبعا وان ايه اكبر الذرات حجما. بالنسبة لنا في المجموعات يحدث العكس، كلما اتجهنا من اعلى الى اسفل بزيادة العدد الذري يزيد نصف القطر الذري بسبب زيادة مستويات الطاقة الممتلئة التي تقلل من قوة جذب النواة للإلكترونات الخارجية، مما يؤدي إلى تمدد الذرة وزيادة حجمها. في المجموعة الأولى مثلا بنجد إن الليثيوم
بيكون اصغر حجما، وبنجد السيزيوم اسفل بيكون اكبر حجما. طبعا في الفرنسي من تحت بس مشع، ما نحاولش برضه ندخله في الايه في التدرج. عندنا مجموعه الهالوجينات المجموعه السبعه 7 ايه، بنجد الفلور اقل حجما، وعندنا مثلا ايه البروم واليود بيكونوا اكبر منه. المهم في الاخر طبعا ايه هنوريك بعض الامثله والاسئله المحلوله، تابع معايا الفيديو للنهايه. وان شاء الله الفيديو ده يعجبك، وهنزل لك طبعا ايه لينك اختبار داخل صندوق الوصف على نصف القطر الذري ووصف الجدول الدوري وبعض الاسئله من الباب الاول عشان ما تنسوش. وشكرا.
ان انتم تستفيدوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ اشرف الهادي، سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم. النهاردة هنبدأ في دراسة خواص عناصر الجدول الدوري. وطبعا هنا إيه الخواص؟ عندنا نصف القطر الذري، عندنا جهد التأين، الميل الإلكتروني، السلبية الكهربية، عندنا الصفة الحامضية والقاعدية، الصفة الفلزية واللا فلزية. هنتكلم عن أعداد التأكسد، وفي الآخر هننتهي بالأكسدة والاختزال. وطبعا النهاردة إن شاء الله هنبدأ معاكم بنصف القطر الذري، وهنحاول إيه ناخد فكرة عن نصف القطر الذري بالنسبة للإيه للجزيئات التساهمية وبالنسبة للجزيئات الأيونية. نصف القطر الذري التساهمي يقدر بنصف المسافة بين مركزي ذرتين متحدتين في جزيء ثنائي الذرة متماثل، زي مثلا H2 O2 N2 Cl2 F2 جزيئات العناصر. وطبعا من الناحية الرياضية عشان اجيب نصف القطر، نق ذري بيساوي طول الرابطة التساهمية على 2 في الجزيء المتماثل. وحدة القياس هنا بستخدم الانجستروم، والانجستروم طبعا وحدة صغيرة، وحدة طول صغيرة. بالنسبة العلاقة بينها وبين المتر، الأنجستروم بيعادل أو بيمثل 1 × 10^10 متر، أو 1 × 10^8 سنتيمتر. طبعا ممكن نقيس بالبيكومتر وحدات أصغر من كده، لأن الذرة طبعا لا ترى بالعين المجردة ولا بالمجهر، ولكن في كتاب المدرسة عندنا احنا بنستخدم الأنجستروم. وهنديك بعض الأمثلة المحلولة على طريقة حل مسائل نصف القطر الذري. إذا كان الجزيء غير متماثل، يبقى طول الرابطة التساهمية هيساوي نق الذرة الأولى زائد نق الذرة الثانية، ويطلع برضه ناتج بالأنجستروم. بالنسبة لنصف القطر الأيوني، بجيبه بالنسبة للفلزات، بيمثل نص المسافة بين مركزي أيونين داخل الشبكة البلورية للفلز، زي مثلا الصوديوم، قطعة من الصوديوم، قطعة من الحديد، قطعة من النحاس، دي كده بلورات الفلزات. وطبعا بالنسبة للمركبات الأيونية، طول الرابطة الأيونية بيساوي نصف قطر الأيون الموجب زائد نصف قطر الأيون السالب. تابع معايا وهنوريك في الآخر بعض الأمثلة وتدرج نصف القطر الذري في الجدول الدوري في الدورات الأفقية من اليسار لليمين. هنجد إن نصف القطر بزيادة العدد الذري من اليسار لليمين بيقل نصف القطر الذري بسبب زيادة شحنة النواة التي تعمل على جذب الإلكترونات نحوها أكثر، مما يؤدي لانكماش الذرة. على هذا الأساس بيكون أكبر الذرات في نصف القطر في المجموعة الأولى في أقصى اليسار، وأصغر الذرات بيكون في اليمين في مجموعة الهالوجينات والتي تليها طبعا المجموعة الصفرية. بس طبعا احنا ما نحبش ان احنا ندخل المجموعة الصفرية في التدرج، نتكلم لحد مجموعة الهالوجينات المجموعة السابعة. وطبعا ممكن اتكلم هنا برضو عن الحجم الذري، لان الحجم الذري بيعتمد على نصف القطر. ولو اعتبرنا الذرة كرة، فحجم الكرة زي ما انت عارف رياضيا بيساوي 4/3 طهنق تكعيب. اذا ايضا اكبر الذرات حجما تقع في المجموعة الاولى، واصغرها حجما في المجموعة السابعة. سبعة ايه طبعا وان ايه اكبر الذرات حجما. بالنسبة لنا في المجموعات يحدث العكس، كلما اتجهنا من اعلى الى اسفل بزيادة العدد الذري يزيد نصف القطر الذري بسبب زيادة مصادر الطاقة الممتلئة التي تقلل من قوة جذب النواة للإلكترونات الخارجية، مما يؤدي إلى تمدد الذرة وزيادة حجمها. في المجموعة الأولى مثلا بنجد إن
الليثيوم بيكون اصغر حجما، وبنجد السيزيوم اسفل بيكون اكبر حجما. طبعا في الفرنسيوم تحت بس مشع، ما بنحاولش برضه ندخله في الايه في التدرج. عندنا مجموعه الهالوجينات المجموعه السبعه 7 ايه، بنجد الفلور اقل حجما، وعندنا مثلا ايه البروم واليود بيكونوا اكبر منه. المهم في الاخر طبعا ايه هنوريك بعض الامثله والاسئله المحلوله. تابع معايا الفيديو للنهايه، وان شاء الله الفيديو ده يعجبك، وهنزل لك طبعا ايه لينك اختبار داخل صندوق الوصف على نصف القطر الذري ووصف الجدول الدوري وبعض الاسئله من الباب الاول عشان ما تنسوش. وشكرا.